في إدلب واللاذقية قصف مدفعي للنظام على بلدات بجبل الزاوية، وكاميرا تلفزيون سوريا تتجول في خطوط التماس في محور الكابينة. خوف يلاحقهم، المسيرات الانتحارية تواصل استهداف قرى التماس بريف حلب الغربي، والأهالي يتخوفون من التصعيد. وفي درعا مجهولون يستهدفون حجزا للنظام بين مدينتي جاسم وإنخل بالأسلحة، وقطع للطرقات العامة في نوى. أهلا بكم مشاهدينا في الجولة الإخبارية، سنكون معكم على مدى ساعتين. وفي أبرز التطورات المحلية والدولية في الساعة الأولى نرصد أبرز التطورات الميدانية والخدمية. استهدفت قوات النظام بالمدفعية والطائرات المسيرة الانتحارية مناطق متفرقة من محافظة إدلب وريف حلب الغربي دون وقوع إصابات بشرية. وقال مراسلنا إن النظام قصف بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي إسفوهن وكفر عويد في ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت قوات النظام بقذائف الهاون والطائرات المسيرة الانتحارية قرية الشيخ سليمان بريف حلب الغربي. تجولت كاميرا تلفزيون سوريا في محور الكابينة بريف اللاذقية الشمالي، ووصلت إلى خط التماس المباشر مع قوات النظام والتقت بقادة عسكريين. تحدثت وسائل إعلام النظام عن تعزيزات عسكرية دفعت بها إلى خطوط المواجهة الأمامية مع فصائل المعارضة. توجهنا إلى محور الكبينة الاستراتيجي في ريف اللاذقية الشمالي لنرصد ماهية تلك التعزيزات ونقف على آخر التطورات الميدانية هناك. قبل ما نحكي عن الوضع الميداني الراهن والعسكري، يعني النظام روج لتعزيزات انه وصلت لمحاور القتال المتقدمه، وين راحت هي التعزيزات؟ وين تمركزت؟ يعني هل يوجد تحركات غير اعتياديه من قبل قوات النظام على الخطوط الاماميه؟ حياك الله اخي الكريم، الله يبارك فيك. اخي الكريم، هذا الكلام عاري عن الصحه، ولا يوجد اي تحرك للنظام، ونحن عندنا على جميع المحاور رصد دقيق ولا يوجد اي تحرك. التحركات لدى قوات النظام اعتيادية وكالمعتاد يعني. طيب إذا حكينا عن وضع الجبهات بشكل عام، وضع جبهة الكبينة أو جبهة الساحل بشكل خاص من ناحية الإعداد والتجهيز؟ التجهيز عالي والمقاتلين على أتم الاستعداد لأي سيناريو يقوم به العدو. طيب بالنسبة لفصائل المعارضة، شو دور فصائل المعارضة بالرد على مصادر المدفعية والنيران، وخاصة أنه بشكل يومي قوات النظام تستهدف أهلنا المدنيين في كل المدن القريبة والبلدات القريبة من خطوط التماس، كيف ترد فصائل المعارضة على قوات النظام؟ تم الرد عليها بكافة الأسلحة عبر سرايا القنص وفوج المدفعية وبالسلاح المناسب، وأي اعتداء من قوات النظام سيتم الرد عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. ومزيد من التفاصيل ينقلها لنا مراسل تلفزيون سوريا من إدلب منير الحاجي. مرحبا بك منير، لنعرف آخر التطورات لديك. القصف المدفعي بالهاون من قبل النظام على قرى في جبل الزاوية، على كفر عويد وقرى أخرى مثل سفوهن، هل هذا المحور يعود مرة أخرى في نقاط التماس لأن يكون من النقاط الساخنة؟ نعم ربا، يعني بالتأكيد، يعني قرى وبلدات جبل الزاوية تقريبا بشكل يومي تتعرض لقصف ممنهج من قبل قوات النظام، والهدف منها كان إفراغ المنطقة من سكانها وعدم السماح لهم بالعودة، وخاصة كما رصدنا خلال الفترة الماضية وبالتحديد خلال يعني جمع المواسم الزراعية في جبل الزاوية وسهل الغاب، كان هنالك عودة جزئية للأهالي، وبالتالي قوات النظام عند رصد يعني تحركات للمدنيين وعودة بشكل أكبر تقوم باستهدافات ممنهجة، بغية يعني إبعادهم عن يعني قراهم ومزارعهم التي هجروا منها، بغية يعني ترك المنطقة خالية لكي يتسنى لقوات النظام رصدها بشكل أدق ربما، وهذا ربما هو الهدف الأبرز من القصف الممنهج الذي تتبعه قوات النظام ضد المدنيين. وكان خلال 24 ساعة الماضية قد تركز في قرى وبلدات جبل الزاوية، وقبل قليل كان هنالك هجوم بطائرة مسيرة انتحارية من نوع الـ FPV والتي تعرف هنا
بالطائرة الانتحارية استهدفت محور مجدليا أيضا في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. حتى الآن لم تردنا معلومات عن يعني إصابات أو يعني خسائر مادية أو بشرية، لكن القصف هو يعني ممنهج وكان خلال 24 ساعة الماضية على بلدات سفون والفطيرة وأيضا كان صفرة وأيضا المحور الشرقي في جبل الزاوية محور أرويحة ودير سنبل يتعرض لقصف من قبل قوات النظام. هنالك نوعين من القصف، يعني يا ربا القصف على خط التماس وهو قصف اعتيادي، يعني ما بين قصف لقوات النظام ورد من قبل فصائل المعارضة، وهذا يحدث بشكل مستمر، وهنالك تصعيد من قبل قوات النظام باستهداف القرى والبلدات التي تعتبر بعيدة نوعا ما عن خطوط التماس. نعم. لكن الهدف للنظام هو عدم عودة الأهالي إلى تلك المناطق، وبالتالي هو يريدها مناطق خالية من السكان. هل هذا ربما يشير إلى أن هناك تقدم للنظام بري على تلك المحاور، أم أنه ليس هناك أي يعني هكذا بوادر، أو لم يلحظ أم يلحظ أي شيء من هذا القبيل؟ نعم ربا، يعني نحن عند ورود معلومات عن يعني تعزيزات عسكريه لقوات النظام خلال الاسبوع الفائت، يعني تواصلنا مع قاده عسكريين ومراصد ايضا ميدانيه نفت هذا الخبر من التعزيزات العسكريه لقوات النظام، وايضا توجهنا الى محور الكبينه الاستراتيجي في ريف اللاذقيه الشمالي في جبل الاكراد، والتقينا مع قاده عسكريين اكدوا لنا بان هذه الاخبار يعني عاريه عن الصحه، وان يعني التعزيزات العسكريه ليس هنالك تعزيزات وليس هنالك اي تحركات غير اعتياديه على خط التماس، وان فصائل المعارضه هي في حاله رصد دائمه لقوات النظام، واي تحرك غير اعتيادي تقوم بالتعامل معه بكافه الوسائط الناريه. اذا النظام فقط يقصف بالهاون وبالمسيرات، لكن الان القصف الذي حدث منذ قليل على مجدليا، هل هناك اي اخبار لديك عن اصابات بين المدنيين، باعتبار ان النظام دائما يستهدف المدنيين في تلك المناطق؟ صحيح، يعني طائرة مسيرة انتحارية استهدفت محيط البلدة، بلدة مجدليا أو قرية مجدليا في جبل الزاوية، لم تردنا معلومات يعني حتى الآن ربع مؤكدة فيما إذا كان هنالك خسائر مادية أو بشرية، لكن الاستهداف كان قد يعني استهدف محيط هذه القرية التي تتعرض بشكل مستمر لقصف ممنهج وأيضا لمختلف أنواع الأسلحة بما فيها المسيرات الانتحارية الـFVV والتي تعرف هنا بالطائرات المسيرة الانتحارية، وهذا الأمر دفع الأهالي إلى ربما النزوح بشكل أكبر عن هذه البلدة، وبالتالي قد تتصل يعني هذه الاستهدافات على الأضرار المادية. حالها كحال بعض قرى وبلدات جبل الزاوية كصفرة سوون الفطيرة، كل هذه المناطق يتواجد فيها عدد من العائلات لكن بشكل محدود جدا، وبالتالي طيب منير عندما نرصد كمية قصف كبيرة تكون الخسائر فقط تقتصر على المادية. نعم. طيب منير، هذا المحور إلى أي درجة هو من المحاور المهمة وخطوط التماس المهمة بين مناطق المعارضة ومناطق النظام، حتى أن النظام في كل مرة وبفترات متقاربة جدا يعني تقريبا لا يتوقف عن قصف تلك المناطق، من أين تأتي أهمية هذا المحور عسكريا؟ يعني ان كنت تقصدين محور الكبينة فهو نعم. من اهم بالتاكيد الكبينة نعم، يعني هو من اهم المحاور الاستراتيجية ليس فقط في ريف اللاذقية الشمالي بل في شمال في المناطق المتاخمة لمواقع قوات النظام على كامل خطوط التماس، بدءا من ريف اللاذقية وصولا الى محاور ريف حلب الغربي، كون هذه التلة منطقة مرتفعة وتكشف نعم المنطقة الاستراتيجية حاكمة تشرف على سهل الغاب بشكل كامل، وأيضا حتى على أجزاء من جبل الزاوية، وأيضا تشرف في الجهة الأخرى على قرى وبلدات جبل التركمان أيضا في ريف اللاذقية، وأيضا قرى وبلدات يعني ريف إدلب الغربي، ولطالما كانت هذه التلة يعني عصية على قوات النظام خلال الأعوام السابقة، كانت هنالك مئات وليس عشرات يعني المحاولات لاقتحام هذه التلة، دارت فيها معارك طاحنة تكبدت فيها قوات النظام خسائر فادحة خلال الأعوام الماضية. نعم، هو موقع جغرافي استراتيجي جدا، لذلك دائما ما تحدث للأسف تلك عمليات القصف على المدنيين في تلك المناطق. شكرا جزيلا لك منير الحاجي مراسلنا، كنت معنا من إدلب. في شمال غربي سوريا أيضا باتت الطائرات المسيرة الانتحارية هاجسا يؤرق سكان قرى التماس، لا سيما في ريف حلب الغربي الذي كثفت فيه قوات النظام من عمليات قصفها لمنازل المدنيين ومحالهم بشكل غير مسبوق. نجا من الموت بأعجوبة إلى أن مورد رزقه الوحيد ذهب أدراج الرياح،
مكتبة مثنى بركات التي دمرتها طائرات نظام المسيرة الملغمة مع عدد من المحال المجاورة شاهد حاضر على معاناة سكان قرى التماس مع هذا السلاح الذي بات يفتك بهم وبأرزاقهم بوتيرة متصاعدة. بلدة منكوبة بكل معنى الكلمة، من قبل كانت منكوبة ولسه هلا زادت عليها بزيادة، ما بقى في أمان حدا يبرك ولا يتجول بالطرقات لا بالنهار ولا بالليل. يعني الوضع أنا يعني سكرت مصدر رزقي الوحيد بالبلدة، سكرته وما بقى بحسن، ما بقى بسجل أرجع أفتح لأني بجوز أرجع أتعرض لنفس الاستهداف بالمسيرة الانتحارية، لأني عم بتوصل لعنا على البيت، عم بتوصل لمحل ما لنا بيركين ونايمين. معظم أهالي القرية ساكنين هون بالقرية يعني ما تحملوا عبء النزوح، ويوميا يعني تتعرض القرية لهذا القصف. نناشد المنظمات والهيئات الإنسانية التدخل في القرية لأن الوضع المعيشي والإنساني في القرية سيء جدا، ولا يوجد أي منظمة داعمة في القرية وخصوصا لأصحاب المنازل والمحال التجارية التي تعرضت للقصف. يقول الدفاع المدني السوري إن فرقه استجابت حتى منتصف العام الجاري لأكثر من 55 استهدافا بطائرات ملغمة أسفرت مع عمليات القصف الأخرى عن مقتل 38 مدنيا وإصابة أكثر من 150 آخرين، الأرقام في زيادة تصاعدية كل شهر كحال الخطر الذي يضطرد معها. بشكل عام النظام صار يحدث من أنواع الأسلحة اللي عم يستهدف فيها المدنيين، وكان آخرها اللي هو الطائرات المسيرة. طبعا هي الطائرات المسيرة المعلومات هي تقريبا فيك تقول بسيطة التصنيع، ما هي معقدة، فيها دقة، في دقة في التصويب، في كثير مناطق قريبة عن خطوط المواجهة، بيوت ناس تركت بيوتها، صار في استهداف لها، إضافة للحالة الاقتصادية في كثير أراضي ومزارع هي قريبة جدا عن خط الجبهة، ما عادت آمنة أبدا. حالة الخوف التي سببتها عمليات التصعيد بالمسيرات الملغمة جعلت حياة سكان قرى التماس غربية حلب أشبه بالمشي بين الألغام، لا عاصمة من عمليات القصف ولا حلول مقدمة، بين مطرقة الظروف المعيشية القاسية وسندان القصف يعيش أكثر من 200,000 إنسان على هذا المحور. حرمان السكان من مورد رزقهم في الزراعة والرعي وللمنطقة عموما من سلة غذائها أهداف يعمل النظام على تحقيقها عبر استمرار عمليات تصعيده بالقصف، لا سيما بالطائرات المسيرة الملغمة والتي باتت تشكل هاجسا يؤرق الأهالي في مناطق التماس غربي حلب على وجه الخصوص. لتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، ريف حلب الغربي. وللمزيد من التفاصيل حول أوضاع المدنيين في تلك المناطق ينضم إلينا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من دارة عزة. مرحبا بك إبراهيم. فعلا المدنيون دائما يعانون من القصف المتكرر للنظام سواء بالمسيرات أو بالهاون، لكن الآن كيف يتعاملون، كيف يتأقلمون رغم أنه مرت سنوات لكن مع ذلك ما زالوا يعني متضررين من تلك الأوضاع؟
نعم مساء الخير. حقا المرحلة التي تمر حاليا على سكان التماس لا سيما في ريف حلب الغربي وإدلب الشرقي، هذا المحور الذي ربما حصد خلال الستة أشهر الماضية نصف تقريبا عمليات الاستهداف في الطائرات المسيرة الملاقمة، هذه المرحلة هي الأسوأ التي يعيشها السكان في المنطقة. خلال ربما الفترات الماضية كانت عمليات القصف المدفعي تتم بشكل متفاوت، تتم باتجاه مناطق أقرب إلى خطوط الرباط، مناطق التماس بشكل أساسي، تبتعد عن الأماكن السكنية، وإن طالت الأماكن السكنية تكون بشكل ربما متباعد. حاليا الطائرات المسيرة الملاغمة باتت حقيقة وسائل اغتيال بشكل مباشر. أحد الأشخاص أخبرني في بلدة كفر نوران في ريف حلب الغربي كيف لاحقته طائرة مسيرة ملغمة، وكانت حقيقة أن تودي بحياته. هذه الملاحقات وهذا العبث الذي يقوم به ربما النظام عبر استخدام هذه المسيرات الملغمة التي تستهدف حاليا المدنيين بأرزاقهم وبأنفسهم، سبب الدرجة الأولى حاليا خلف حركة نزوح على مستوى فردي فعلا قسم كبير من الأهالي الذين كانوا يعيشون في مناطق قريبة من خطوط التماس في أراضيهم في مورد رزقهم في بيوتهم، بدأوا بالمغادرة باتجاه مناطق أقل خطورة على محور الشريط الحدودي مع تركيا أو حتى في القرى والبلدات التي لم تصل إليها حتى اللحظة هذه المسيرات الملغمة، وبالتالي حقيقة شكلت ربما فارق على صعيد المعاناة الإنسانية في مناطق التماس في ريف حلب الغربي. 60 استهداف للمدنيين بشكل مباشر. فرق الدفاع المدني وثقت منذ مطلع العام الجاري حتى ربما أيام قليلة أكثر من 60 استهداف، كل استهداف يكون عبر سرب من المسيرات الملغمة تطال المدنيين بشكل أساسي. أدت المسيرات الملغمة إلى مقتل 3 مدنيين بشكل مباشر، إضافة إلى إصابة على ريف حلب محور ريف حلب الغربي وإدلب الشرقي أتحدث، إضافة إلى إصابة قرابة 20 آخرين. آخر المسيرات الملغمة بدأت بالوصول إلى وسط مدينة الأتارب كما حصل خلال الأسبوع الماضي، وأيضا وسط بلدة كفر نوران غربي حلب عندما استهدفت مجموعة مسيرات ملغمة وسط سوق بلدة كفر نوران، وأدت إلى أضرار وأدت إلى إصابات بالغة، تم نقلها إلى المشافي التركية. وحقيقة الأهالي يتعاملون حاليا مع المسيرات الملغمة بالحذر. يوم من يعيش حاليا في مناطق التماس هو بالأصل لم يجد ملاذ يلجأ إليه ربما يحمي عائلته. طيب إبراهيم، القوى المسيطرة هناك ألم تجد حلا لهذه المسيرات مثلا بعدم السماح لها بالدخول من خلال ربما يعني قصفها، ليس قصفها بقدر استهدافها أو إطلاق النار عليها، لا أعلم عسكريا كيف يجب التعامل مع هذا الموضوع، لكن باعتبارها أنها موجودة في تلك المنطقة ومرئية وربما من السهل يعني التخلص منها؟ بالضبط. حقيقة الفصائل الموجودة في المنطقة قامت بنشب شبكات من الرشاشات تتعامل نسمع أصوات الرشاشات فنعلم أن هناك مسيرات ملغمة بدأت بالوصول إلى المنطقة، لكن حقيقة نسبة نجاح هذا الأمر ربما لا تصل حتى اللحظة على مستوى ما أسقط من طائرات ملغمة إلى 2%. لذلك الأهالي في ريف حلب الغربي ضعف بهذه يعني بضعف بموضوع نعم الرشاشات مسيرات صغيرة نعم. لا صغيرة الحجم وتأتي على شكل أسراب، وبالتالي إسقاط هذه المسيرات الملغمة تأتي على شكل أسراب متقاربة في الوقت، كل دقيقة أو 3 دقائق تكون هناك مسيرة ملغمة تأتي يعني خلف تحتاج لمنظومة دفاعية مخصصة للتخلص من هذه المسيرات. النقطة التي يتحدث عنها الأهالي ويناشدون فيها حقيقة الجيش التركي المتواجد في قواعد عسكرية في مناطق شمال غرب سوريا هي تفعيل أنظمة الرادار والتشويش. الجيش التركي يمتلك تقنيات، إن فعل هذه التقنيات في المناطق اليوم منتشر الجيش التركي من الكباني حتى جرابلس على طول خط التماس نعم. وبالتالي حقيقة وإن كان لهذا الأمر تأثيرات على العسكريين الموجودين في المنطقة وإن كان له تأثيرات على حتى الجيش التركي وقدرته ربما على الرصد والمتابعة، لكن هذا الأمر هو الحل الوحيد على مستوى تفعيل أجهزة التشويش تمكن هذه الطائرات من السقوط في مناطق قبل أن تصل إلى السكان الموجودين في المنطقة، لا سيما أن هذه الطائرات هي بدائية نعم. من الممكن إن فعلت أجهزة التشويش على ما يقول الأهالي هنا ويطالبون الجيش التركي الموجود في المنطقة بتفعيلها أن تقوم فعلا بالسقوط قبل الوصول إليهم، وبالتالي ربما هذا هو الحل الأمثل إن تم تفعيله على مستوى التعامل مع هذا النوع من المسيرات الملغمة المحلية الصنع التي باتت حقيقة تشكل هاجس كبير نعم. تؤرق في حياة السكان الموجودين في المنطقة. شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب مراسلنا من دار التعزة، شكرا على الإضافات والمعلومات. أفاد موقع تجمع أحرار حوران أن مجهولين استهدفوا بالأسلحة الخفيفة حاجز الطيرة التابع للنظام بين مدينتي جاسم وإنخل في ريف درعا الشمالية، ورجح التجمع سقوط قتلى في صفوف قوات النظام من جراء الاستهداف،
مشيرا إلى أن قواته المتمركزة في كتيبة جدية أطلقت عدة قذائف مضيئة فوق منطقة الاستهداف. وتشهد محافظة درعا منذ تسوية 2018 حوادث متشابهة تنسب لمجهولين. في درعا أيضا قطعت مجموعة محلية الطرقات العامة في مدينة نوى غربي درعا احتجاجا على اعتقال النظام الشاب زكريا العمارين أثناء وجوده في مبنى الهجرة والجوازات في القنيطرة منذ أسبوع. ووفق موقع تجمع أحرار حوران المحلي فإن عناصر المجموعة منعوا دخول سيارة عسكرية تابعة للواء 112 كانت تنقل الخبز إلى القطع العسكرية المجاورة لمدينة نوى. وطالبت المجموعة بإطلاق سراح الشاب بشكل فوري محذرة من تصاعد العمليات ضد قوات النظام في المدينة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. من درعا ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط الإعلامي يزن الحوراني. مرحبا بك سيد يزن، لتضعنا بآخر التطورات الميدانية في درعا، علما أن درعا منذ عام 2018 لم تهدأ، ما زال هناك الكثير من التوتر الأمني والعمليات التي تحدث هنا وهناك في معظم المناطق. سيد يزن. نعم. وعليكم السلام، تفضل. ممكن السؤال بالله بعد أمرك؟ نسأل عن موضوع ما هي الأوضاع الميدانية الآن، يعني درعا لم تهدأ بعد التسوية في عام 2018، لكن هذه التطورات كل يوم والعمليات التي يقوم بها النظام والردود التي تجري من طرف الفصائل التي لم تقوم بالتسوية، ما آخر التطورات الميدانية الآن؟ نعم سيدتي الكريمة، تحية لكم ولمشاهدينكم الكرام وقناتكم الكريمة. فعلا فوضى عارمة تعيشها محافظة درعا منذ انتهاء الثورة في المحافظة منذ سنة 2018 وبدء عملية التسوية في المحافظة بإشراف الضامن الروسي. قتلى في كل مكان وعمليات اغتيال وفوضى تعيشها جميع أرياف المحافظة الشرقي والغربي. بالأمس حصل هناك اجتماع كبير لأول مرة في محافظة درعا في مدينة إزرع. الاجتماع ضم وجهاء من عشيرة الزعبي في المحافظة، وكانت نتيجة الاجتماع تفويض اللواء الثامن للاتخاذ بما يلزم لتحرير المخطوف المدعو محمد الزعبي الذي تم اختطافه قبل شهر تقريبا من الآن على أطراف بلدة المسيفرة. كذلك قاموا بطلب مباشر من اللواء الثامن بالتدخل لإيقاف حد لعمليات الخطف والاغتيال التي تعيشها المحافظة أو التي تعيشها المحافظة منذ سنوات إلى الآن. سيد يزن، يوم أمس بالذات يعني هناك مجموعة محلية قطعت الطرقات العامة احتجاجا على اعتقال النظام للشاب زكريا العمارين، هل لديك أيضا تفاصيل عن هذا الموضوع ولماذا اعتقل وهو في مبنى الهجرة والجوازات في القنيطرة؟ نعم سيدتي الكريمة، فعلا بالأمس قام النظام في محافظة القنيطرة في مبنى الهجرة والجوازات باعتقال الشاب زكريا العمارين الذي ينحدر من مدينة نوى غربي درعا، وذلك بسبب فيش قديم لدى الأمن العسكري أو مطلوب قديم لدى الأمن العسكري، فقام النظام بإلقاء القبض عليه. فسارعت الفصائل المحلية المنتشرة في مدينة نوى بقطع الطرقات في المدينة، الطرقات التابعة أو الطرقات الرئيسية في المدينة، كذلك قاموا بقطع الطريق المؤدي إلى اللواء 112 بقطع الطريق، وقاموا بإرجاع سيارتان عسكريتان تنقلان الخبز والطعام إلى القطع العسكرية التابعة للواء 112. وهل ستستمر هذه العملية حتى الإفراج عن، يعني ما هي المطالب؟ هي الإفراج عن الشاب زكريا، سيستمرون بما يقومون به حتى الإفراج عنه؟ نعم سيدتي الكريمة، لا، تدخل اللواء الثامن بالأمس أوجه في من المناطق الغربية بالأمس وطلبوا من الفصائل المحلية المنتشرة في الشوارع
العودة إلى منازلهم، وقام اللواء الثامن بتعهد إليهم بإطلاق السراح الشاب زكريا العمارين خلال هل هناك جدول زمني؟ 48 ساعة نعم. أيضا ماذا عن استهداف حاجز الطيرة بين جاسم وإنخل؟ يعني هذه التوترات في كل المناطق في درعا، ماذا عن هذا أيضا الاستهداف بالأسلحة الخفيفة للحاجز؟ صحيح، بالنسبة لخبر الاستهداف أعتذر، ولكن لم يكن هناك استهداف لهذا الحاجز، بل كان هناك ما يعملون في محافظة درعا اليوم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، من هم يقومون بالحفر على مادة الذهب وكانوا بالقرب من الحاجز وقاموا بتفجير في نفس الحفرة التي يقومون بالعمل فيها، فأصبح الحاجز يطلق النار باتجاههم. لكن هناك أخبار عن سقوط قتلى في صفوف النظام على ذلك الحاجز، وأنت تنفي الموضوع سيد يزن. آنستي الكريمة، أؤكد لك أن ليس هناك عملية استهداف إلى هذا الحاجز نهائيا، بل كان كما ذكرت من يقومون بالعمل على حفر الذهب وقاموا بتفجير في قلب الحفرة لتفجير صخرة في قلب الحفرة، فظن عناصر الحاجز بأن هناك هجوم على الحاجز فأصبحوا يطلقون النار عشوائيا في الهواء. أما بالنسبة للقنابل المضيئة التي كانت تطلقها كتيبة جدية المتواجدة قرب قرية الشيخ سعد المتواجدة قرب قرية الشيخ مسكين في الريف الغربي من المحافظة، فهناك كان تسلل ليلا لأحد البدو المنتشرين حول الكتيبة، فقام النظام بإطلاق نار على هذا الشخص وقاموا بإطلاق يعني هذه ممارسة جديدة، الحفر على للبحث عن الذهب، وهو يعني تقصد هنا اللقى الأثرية والذهب الأثري، هذا شيء جديد أم أنه من ضمن ما يحدث في درعا وليس بالجديد عليها؟ هذا العمل منذ 5 سنوات تقريبا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة العمل وقلة الحرف اليدوية التي كانت منتشرة في المحافظة، فأصبح أغلب من يمتهنون هذه الأعمال يقومون بالتوجه إلى السهول وبأجهزة متطورة يأتون بها من الخارج ويبحثون عن هذه المواد. وقبل فترة كذلك قرب حاجز ناحتة نفس الفعل، قام هناك شبان بالحفر على مادة الذهب وقاموا كذلك بتفجير في قلب الحفرة فحصلت نفس الحادثة. شكرا جزيلا لك السيد يزن الحوراني الناشط الإعلامي، كنت معنا من ريف درعا. مشاهدينا نتابع معكم الجولة الإخبارية بعد هذا الفاصل. من كل مكان في بلدنا ولكل زمان نعبر من خلال حكاياتنا أزقة المدن الضيقة إلى شوارع القرى الريفية، تفاصيل تاريخية مثيرة وعادات تراثية تتجدد مع مرور الزمن، نصغي لماضينا ونكتشف مع الناس حجم التناغم مع الحاضر. شخصيات أسطورية وأبطال عاديون، كونوا معنا كل أسبوع في حكاية البلد. يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا. من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد، نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد
ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا. بفعاليات متنوعة، السوريون يحيون عيد المولد النبوي الشريف، وتلفزيون سوريا يرصد أجواء الاحتفالات. قبل وقوع الكارثة، صحة إدلب تحذر من عواقب انخفاض الدعم المالي وتؤكد توقف دعم 40 منشأة صحية. أزمة جديدة تلوح بالأفق، النظام يتجه لتخفيض مخصصات المازوت لوسائل النقل في دمشق وتوقف شبه تام للمواصلات. في العاصمة دمشق، رصدت كاميرا تلفزيون سوريا أجواء عيد المولد النبوي الشريف والأجواء الاحتفالية المميزة فيه، من حيث تزيين الشوارع والساحات بالأضواء الملونة وعبارات التهنئة. عدة مواليد، عيد المولد النبوي كان في الجوامع، يصير توزيع حلو، يصير مدح للرسول عليه الصلاة والسلام، يصير بهجي، يصير احتفال كعيد أضحى أو ككل أعياد، وبالعكس يصير في احتفال ومدح للرسول عليه الصلاة والسلام كتير. حتى كانت الأهالي نهار عيد المولد النبوي، كنا ساكنين في المدن، كل من يشتري صفط حلو مثلا ويعملوا بقجات ويوزع على الحاره كلياتها، على البنايه، على الاولاد اللي مارين، كان له بهجه وله سرور جدا جدا. يعني لمحه من تذكار السيد عليه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. هلق ما ضل منه شيء بالطول، التغى على الخالص. والله قديما قبل هالثوره كانت العالم تحتفل في جوامع، يوزعوا حلو ينبسطوا هيك يعني في مولد النبي عليه الصلاه والسلام. هلق بسبب الحرب والتهجير والقصف وكلياتنا بخيم ما عاد حدا طاق حاله وما عاد حدا احتفل، وهي تقريبا انبترت هالسالفه هاي كونها هي يعني صحابي ما احتفلوا، والحمد لله هلق كان العالم عم توعى شوي شوي انه هاي الظاهره ما هي مزبوطه. بتذكر في الجامع او في الجوامع كان تتعلق يعني هيك عبارات بترحب في المولد النبوي الشريف،
صلى الله عليه وسلم، كان يصير فيه هيك جلسة، يصير توزيع حلو، يصير أحيانا كمان هيك أناشيد، ويعني شيء بيعبر عن احتفال الناس بعيد المولد النبوي الشريف. هذا الشيء اليوم أنا شايف الظاهرة هي اختفت تماما، ويعني نوعا ما نوع بيقولوا هذا الشيء فيه نوع من البدعة. الصحابي عليه الصلاة يعني صحابي رضوان الله عليهم ما كانوا يحتفلوا في عيد المولد النبوي الشريف، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى نوعا ما أو ما حبذ إنه يكون في يعني احتفال في عيد المولد النبوي الشريف، لا سيما كان موجود بيناتهم. حذرت مديرية الصحة في محافظة إدلب من خطورة تخفيض الدعم الأممي عن القطاع الصحي ما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض. وقال مدير صحة إدلب زهير القراط لوكالة الأناضول إن دعم الأمم المتحدة توقف عن 40 منشأة صحية في المحافظة، كما أن 5 مستشفيات كبرى لم تعد تتلقى أي دعم. وأضاف أن مفاوضات الداعمين في دول الخليج وأوروبا تمخضت عن تقديم الدعم مرة أخرى لبعض المرافق ذات الأهمية الحيوية، مؤكدا أن توقف الخدمات سيزيد من خطر انتشار الأمراض الوبائية في المنطقة. معلومات أكثر عن هذا الموضوع نناقشها مع الدكتور زهير قراط مدير صحة إدلب من إدلب. مرحبا بك دكتور زهير. توقف هذا الدعم ينذر بكارثة ربما في شمال غرب سوريا بالواقع الصحي المتأزم والمتفاقم أساسا، حتى الدعم الذي كان موجود لم يكن يكفي. الآن كيف تتعامل هنا مع هذه المعضلة؟ مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. الحقيقة قطاع الصحة في شمال غرب سوريا هو قطاع يعاني من ولايات الحرب أكثر من 13 عام، والقطاع يعاني من الكثير من النقص في الدعم في الأوجه ذات الأهمية العالية، خاصة الأدوية النوعية والمستهلكات وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين الموجودين في المنطقة والذين يعانون من أيضا ولايات الحرب والأزمة الاقتصادية، حيث أكثر من 90% من الناس تحت خط الفقر. فقطاع الصحة وخاصة بعد زلزال تعرض لنقص الكثير من الدعم، للأسف فقدان عدد كبير من الكوادر الطبية في كارثة الزلزال والقصف المتكرر على المنشآت الصحية، وأيضا زيادة عدد السكان نتيجة النزوح من مناطق النظام إلى المنطقة في شمال غرب سوريا وعودة بعض المواطنين السوريين من الجانب التركي إلى الداخل. حاليا في العام 2024 حصل تقليص كبير للدعم من المانحين الدوليين نتيجة أن سوريا لم تعد بين أولويات المانحين الدوليين كاحتياجات إنسانية نتيجة الحرب بالدرجة أولى، حرب إسرائيل على أهلنا في غزة نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا كوارث طبيعية التي حدثت في مناطق أخرى في العالم مثل ليبيا والمغرب والسودان وغيرها. نعم. فللأسف ما زلنا نعاني من نقص كبير في الدعم. حاليا نعم كما ذكرتم في التقرير أكثر من 40 منشأة في منطقة شمال غرب سوريا توقف عن الدعم، ومنها مشافي مركزية تخصصية. نسعى بالتنسيق مع كل الشركاء المحليين والدوليين واليو ان وكالات ما هي كاملة. دكتور ما هي المرافق ذات الأهمية الحيوية التي يعني من الممكن ان تدعم مرة اخرى التي تم الحديث عنها؟ هل هي معروفة بالنسبة لكم اهم هذه المشافي او هذه المراكز الصحية والطبية؟ طبعا هناك مشافي مركزيه ذات اهميه عاليه مثل مشفى باب الهوى، نعم، مشفى الامل في مدينه سلقين التخصصي بالجراحه العظميه، مشفى وسيم حسين وفي مدينه كفر تخاريم، مشفى شفق في مدينه اريحه، مشفى انقاذ روح للاطفال والنسائي في سلقين، وبعض المراكز التخصصيه مثل العلاج الفيزيائي واحد مراكز غسيل كلي ومراكز الرعايه الصحيه الاوليه في مناطق متعدده. يعني سيقدم لها نفس الدعم السابق ام اقل في هذه المرحلة؟ للأسف حاليا أقل كدعم إسعافي نقول، نعم، بتخصيص الرواتب لكن بأقل من السابق، وبعض المستهلكات والكلف التشغيلية للحفاظ على استمرار الخدمات. وإلى متى من الممكن هذا الدعم أن يستمر كي تبقى هذه المنشآت قيد الخدمة؟ حاليا هذا الدعم فقط هو كما ذكرت بحالة طارئة لنهاية العام فقط، نهاية العام فقط 3 أشهر. نعم.
نعم، ليس ما نجد حلول دائمية بالتنسيق مع شركاء محليين دوليين، وقد أوفدنا شخص من أحد كوادرنا في مديرية صحة إدلب إلى مناطق شرق آسيا، ماليزيا، إندونيسيا، جزر المالديف، للحديث عن وضع قطاع الصحة في المنطقة وجلب الداعمين الجدد إن شاء الله لتغطية هذه يعني التجربة. هذه هي الخيارات البديلة، البحث عن الداعمين الجدد، لكن هل لديكم خطة تحرك دكتور مع الجهات التي تتواصلون معها؟ ما هي الخيارات أمامكم وإن كانت قليلة؟ الخيارات كما ذكرتم هي قليلة جدا، لكن نسعى بالتنسيق مع كل الشركاء المهتمين في هذه المنطقة، في منطقة الخليج العربي بالدرجة الأولى ومنطقة شرق آسيا، لإيصال هذا الصوت وهذه الحاجة لهذه البلدان لتغطية الفجوات التي عجزت عنها اليو إن والمانحين الدوليين المعتادين للمنطقة. لكن هناك خطط أيضا للعمل على مستوى الداخل بدمج المنشآت، الحفاظ على الخدمات الأساسية، إعادة توزيع الخارطة الصحية بما يتناسب مع التوزع الجغرافي للحصول على الخدمات الأساسية لكافة الناس وبشكل متوازي وعادل. هذه الجهات التي تتواصلون معها، هل طرقتم بابها سابقا أم يعني هل تفكرون بأن تتوجهوا إلى ربما مانحين جدد لم تطرقوا بابهم من قبل؟ نعم، هلا بالنسبة للخليج العربي قد تم طرق هذا الباب منذ عدة سنوات، وحاليا هناك تجاوب لكن غير كافي لتغطية هذا العجز. أما بالنسبة لدول شرق آسيا بصراحة هي أول مرة يتم التواصل معهم والحديث عن المنطقة وأهميتها والعجز الموجود في قطاع الصحة، وإن شاء الله هناك مشاريع قريبة بالمستقبل معهم لتغطية هذه الفجوات. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور زهير قراط مدير صحة إدلب، ونتمنى لكم التوفيق في مساعيكم بإنقاذ القطاع الصحي في شمال غرب سوريا. شكرا لكم. قررت إدارة معبر باب الهوى الحدودي بين إدلب وتركيا إعادة عدة شحنات من البطاطا إلى مصدرها بعد اكتشاف إصابتها بحشرة خنفساء الكورادو التي تعد من الآفات الخطيرة على المحاصيل والممنوع دخولها دولياً. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد إلينا في قسم الكشف التابع لأمانة الجمارك في معبر باب الهوى عدة شحنات من البطاطا، وبالكشف عليها تبين أنها مصابة بخنفساء الكولورادو، وهذه الحشرة محجورة عالميا كونها تتغذى على البطاطا بشكل خاص والعائل الباذنجاني بشكل عام، والطور الضار في هذه الحشرة هو طور اليرقة، إذ أنها تتغذى على المجموع الخضري بشكل كامل، وتم التعامل معها بعدة مبيدات ولم تصب بأي أذى. وهذه الشحنات موجودة في قسم الكشف ليتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة في معبر باب الهوى. أطلقت ما تعرف بالمنصة السورية مبادرة جديدة تحت عنوان جيل المستقبل مشرق، تستهدف دعم المعلمين الذين يساهمون في تحسين جودة التعليم ضمن مجتمعات محتاجة في شمال غربي سوريا. وحسب المنصة فإن المبادرة تتمحور حول توفير رواتب للمعلمين المشاركين في مشروع تعليمي تطوعي تقوم عليه المنصة، ويهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتخفيف الأعباء المادية عن المدرسين، وذلك عبر مبدأ التبرع بقيمة سهم أو أكثر لدعم رواتب المعلمين المتطوعين، حيث تبلغ قيمة السهم الواحد 500 ليرة تركية. يذكر أن المنصة السورية هي منصة إنسانية تطوعية غير ربحية تهدف إلى تعزيز المعرفة والتعليم بين فئة الشباب. تفاصيل عن هذه المبادرة تنقلها لنا سيلا الوافي مراسلتنا من إدلب. مرحبا بك سيلا، لنتحدث عن هذه المبادرة وعن المنصة السورية حيث أطلقتها لدعم المعلمين، ضعينا بالتفاصيل. أهلا بك ربا. أطلقت المنصة السورية وهي كما ذكرت منصة إنسانية تطوعية مبادرة تحت عنوان جيل لمستقبل المشرق، تستهدف دعم المعلمين المتطوعين المشاركين في هذا المشروع بهدف تحسين جودة التعليم ضمن المجتمعات المحلية في شمال غرب سوريا، والتي تعاني هذه المجتمعات من انخفاض الدعم الحكومي للقطاع التعليم الحكومي خاصة،
وكما نعرف أن هناك الكثير من المعلمين خلال فترة العطلة الصيفية لا يتقاضون رواتب، أو حتى أثناء فصل الشتاء فهؤلاء المعلمين لا يتقاضون رواتب أو أجور جيدة. تكون هذه الظروف عائقاً أمامهم لتقديم أو تحسين جودة التعليم أو تقديم مستوى تعليمي جيد لدى الطلاب. هذا الأمر يشكل كارثة لدى المعلمين ولدى الطلاب الذين يتغيبون عن هذه المدارس بسبب بعض الأحيان تغيب المعلم وسعيه لإيجاد مصدر رزق له. طيب سيلا، كيف هذه المبادرة، كيف سيتم العمل بها، كيف الآلية التي ستطبق من خلالها؟ تقوم هذه المبادرة على أساس التبرعات الخارجية تبلغ قيمة بطرق الدفع الإلكترونية عن طريق حسابات بنكية أو المحافظ الإلكترونية، عن طريق التبرع بسهم أو أكثر تبلغ قيمة هذا السهم 500 ليرة تركية، وتمتد هذه الحملة لمدة 9 أشهر لتغطية جزء من رواتب المدرسين بهدف تحسين جودة التعليم. طبعا الحملة تمكنت حتى الآن من تأمين 30 سهما من أساس الهدف الكلي المستهدف وهو 40 سهما، وما زالت هذه الحملة مستمرة وإلى الآن. يعني هذه الحملة موجودة على مواقع التواصل لمن يبحث عن الحسابات ولمن يبحث عن طريقة التبرع بالأسهم، هي موجودة على معرفات المبادرة أو على معرفات المنصة السورية؟ نعم ربا، هناك صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي للمنصة السورية يستطيع المساهمين أو المتبرعين من خلالها عبر الولوج إلى الرابط والتبرع بقيمة سهم أو أكثر. هذا الأمر متاح من الآن ولغاية 9 أشهر حتى انتهاء الفصل الدراسي. وهذه المبادرة فقط لتغطية الرواتب في العطلة الصيفية، لكن خلال العام هل يعني تشمل هذه المبادرة المعلمين؟ لأنه نحن نعلم أن هناك أيضا نقص في موضوع الرواتب وفي نقص الدعم على القطاع التعليمي أيضا. سيلا، ربما هذه المبادرات تكون دعينا نقول تجريبية، إذا تكللت بالنجاح من الممكن أن ترى هذه المبادرات النور وتستمر بشكل يعني مستمر على طيلة العام. المعلمين بحاجة ماسة خاصة في القطاع الحكومي لزيادة الرواتب، كما نعلم أن الرواتب قليلة جدا للمعلمين، 100 دولار لا تكفي إيجار منزل في محافظة إدلب. هذا الأمر يشكل صعوبة كبيرة لدى المعلمين الذين معظمهم من المهجرين ويتحملون أعباء ومصاريف كثيرة. نعم، إذن هي خطوة تجريبية بداية، وبالتأكيد سنسمع يعني لاحقا منك عن هذا الموضوع وتفاصيل إضافية عن هذه المبادرة. شكرا جزيلا لك سيلا الوافي، مراسلتنا من إدلب. ضاعفت حكومة الإنقاذ في إدلب ضريبة محصول القطن بنسبة 200% عما كانت عليه العام الفائت وفق إداري في دائرة الزراعة. وقال الإداري إن مكتب الزكاة فرض مبلغا وهو 30 دولار أمريكي على الطن الواحد من محصول القطن، سواء تم بيعه في السوق المحلي بمناطق سيطرة الهيئة أو في مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب. وكان مزارعو شمال غربي سوريا عاودوا زراعة القطن العام الماضي بعد انقطاع طويل بسبب الصراع وسط ازدياد كلفة الزراعة عليهم وغياب الدعم عنهم. أكد مصدر في محافظة دمشق حدوث تراجع جديد في إمدادات المازوت لجميع وسائل النقل العامة بنسب مختلفة، ما ينذر بأزمة مواصلات حسب موقع جلوبال المقرب من النظام. ووفق الموقع يقدر نقص التوريدات الحالي بنحو 6 طلبات تعبئة يومية، وهو ما يعادل 40% من الكمية المتاحة، وهي أقل بنسبة 10% عما كانت عليه قبل عدة أيام. هذا وأشار الموقع إلى أن التخفيضات يمكن أن تشمل باصات النقل الداخلي وشركات السفر، كما يجري النظر في إلغاء منح مخصصات يومي الجمعة والسبت.
في سياق متصل، تشهد مناطق سيطرة النظام السوري حالة توقف شبه تام لوسائل النقل العامة خصوصا في العاصمة دمشق، حيث امتلأت الشوارع بالمنتظرين لأي وسيلة نقل وفق صحيفة الوطن المقربة من النظام. وقالت الصحيفة إن باصات النقل العامة والخاصة تغيب بشكل شبه كامل، بينما تستمر بعض السرابيس والباصات في العمل مستغلين حاجة الناس بتقاضي أجور مضاعفة وتحميل أعداد ركاب كبيرة ومبالغ فيها. وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الجديدة تعود إلى تخفيض حكومة النظام مخصصات النقل لحدودها الدنيا دون معلومات عن موعد لعودتها إلى مستوياتها السابقة. أعلنت الرئيسة المشتركة لإدارة النفط والمحروقات في الإدارة الذاتية عبير خالد عن وضع آلية جديدة لتوزيع المحروقات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية. وقالت خالد إن الإدارة الذاتية تمنح مركبات نقل المسافرين 60 لترا من المازوت أسبوعيا، وخصصت لترا لكل 8 كيلومترات خارج المدن، ولترا واحدا لكل كيلومترين 2 للبولمنات. وأشارت خالد إلى وضع آلية جديدة للعمل على برنامج الربط الرقمي لبطاقات التدفئة تتضمن تجديد تفعيل جميع البطاقات وربطها بالرقم الوطني. تشهد محافظة حمص وخاصة المناطق التي كانت معقلا للحراك الثوري المناهض للنظام السوري تدهورا حادا في قطاع التعليم. وقالت مصادر محلية إن التدهور ظهر مع دخول العام الدراسي الجديد، إذ يعاني الأهالي من ضغوط اقتصادية كبيرة تعيق قدرتهم على تلبية احتياجات أطفالهم. من ناحية أخرى، يعاني قطاع التعليم في حمص وفق المصادر من دمار هائل أصاب العديد من المدارس نتيجة للقصف، إضافة لنقص الكادر التدريسي ما انعكس سلبا على جودة التعليم. عقدت هيئات سياسية لسبع محافظات سورية لقاء تشاوريا في مدينة جندرس بهدف توحيد العمل السياسي الثوري في سوريا كخطوة أولى نحو تشكيل الهيئة السياسية للثورة السورية. وحضر اللقاء ممثل عن هيئة من كل محافظات الحسكة وحمص والسويداء وإدلب ودير الزور وحماة، في حين ينتظر انضمام بقية المحافظات بعد استكمال بعض الإجراءات الداخلية. تكسرت آحادا من هذا المبدأ الذي عليه نبني قاعدة. لكم مني أنا محمد فريجي رئيس الهيئة السياسية لمحافظة حماة إحدى حتى النجاح، ونأمل أن يكون رافداً عدلاً. طبعاً انطلق العمل في الهيئات السياسية للمحافظات السورية بتاريخ مبكر قليلاً. بداية الأعمال والتشاورات كانت أو المشاورات كانت في نهاية عام 2019، وانطلق العمل بشكل شبه رسمي في عام 2020، حيث تشكلت في معظم المحافظات السورية هيئات سياسية في هذا العام. بعدها تم الانتقال إلى اجتماع عقد في تاريخ 2021 ضم عدة هيئات سياسية، وتم العمل بمسمى اتحاد الهيئات السياسية. بعدها اجتمعت عدة هيئات سياسية منذ حوالي 3 أشهر، وقرر المجتمعون أن يكون هناك عمل تحضيري لتأسيس الهيئة السياسية العامة للثورة السورية. الحقيقة أننا اليوم بصدد انعقاد المؤتمر التشاوري الأول للهيئات السياسية المشكلة في المحافظات السورية. حقيقة أن الهيئات السياسية تؤمن بأن التنظيم هو هدف في مرحلة من مراحل العمل الوطني، بحسبان أن المجتمع السوري تعرض إلى مشاكل طالت بنيته الأساسية وطالت بنية نخبته الوطنية السياسية، أيضا ظروف الهجرة، ظروف التقتيل والتشريد والسجن التي تعرض لها السوريون جعلت الهيئات السياسية
تعمل بمقتضى مبدأ أن التنظيم هو هدف في مرحلة من مراحل العمل الوطني، وبالتالي هذه الهيئات تسعى إلى التنظيم السياسي المؤطر وفق أسس ومبادئ قائمة في معظمها أو في أغلبها على مبادئ الثورة السورية ذاتها. أن يكون هذا الصرح السياسي الكبير بكبر قامات من يقومون عليه. يمتهن محمد عدنان ديب صناعة وإعادة تدوير الزجاج التي تشتهر بها مدينة أرمناز بريف إدلب، وانتقل من أرمناز واستقر في مدينة عزاز بريف حلب وافتتح معملا لإعادة تدوير وصناعة الزجاج. أرمناز منطقة تاريخية ومشهورة بمصالحها المنفردة فيها بشكل دائم، كون أنه هي منطقة تاريخية مشهورة في الإزاز والفحم والفخار، واشتهرنا في الإزاز أكثر وتوارثنا الموضوع. الإزاز تورثنا أجيال عجيل 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 لحتى وصل لهالمرحلة هي. أخذنا المقتطفات اللي بنشتغل فيها، يعني بنشتغل الشرقيات، بنشتغل الفينيقي، بنشتغل الفرنجي، بنشتغل العربي، صحن عمود، كاس عمود، بري. هلا معمل الازاز له مراحل كثيره لحتى توصل العجينه اللي عندك لحتى تحس انك تشتغلها انت. اول شيء نحن بنجيب ازاز كسر اللي هو الازاز الخامي، بننقي وبنعود غسله مرت الثانيه، بنطلع بنخلصه من الشوائب الغير الازاز، وبعد منها بنفوته على فرن. الفرن مقسوم لقسمين، البيت النار مقسوم لقسمين، قسم هو بيكون مطبخ وقسم الثاني هو بيكون جاهز للشغل. هلا نحن بنحط الازاز اول شيء بمرحلة الطبخ، نطرح الإزاز، منطب الإزاز بقلب الفرن وبنعطيه درجة حرارة ما يعادل ال 900 لل 1000، من 800 لل 1000 بنعطيه درجة حرارة لحتى نهيئه لحتى يصير تماما، وبتطلع منه الشوائب حسب المعلم اللي بيقعد اللي بده يشتغل أشو القطعة اللي بده يشتغلها. بتطلع القطعة من إيد المعلم بتتاخد على مرحلة ثانية هي عملية التبريد، بعد منها بنطلع فيها بتطلع القطعة هون من الفرن جاهزة. منعود بقى لغسيلة مرت التانية لتطلع فيها غبرة فرن، منعيد غسيلة مرت التانية ونعود بقى لعملية الترسيم والزغرفة. يعني أضعف معمل إزاز اليوم عبيقول أنا بدي أشتغل، معناته عندك أنت 20-25 عامل عم يشتغلوا فيه. إذا نبرك نقسم نحن 20-25 عامل إنه كل عامل بس مستلم 3 نفوس، يعني انت يومين المعمل عم يطعمي ونفترض للمئة بني ادم او اكثر. القضيه بتمنى انه يفتحوا الطرقات، نفتح الطرقات، نحسن نصدر على العراق، نحسن نصدر على الاردن، نحسن نرجع نصدر على لبنان مره الثانيه. بنتمنى الموضوع عاد ما نوقف اطاول طاوله هناك. فتح المجال بالمصلحه كان عمري شيء 10 سنين تقريبا، ومثل ما بيقولوا يعني هي شغلة حلوة وفيها متعة وراحة نفسية، ويعني حبيت المصلحة وكلها فن وألوان وذوق. تابعت فيها بعد ما البلورة تطلع جاهزة من الفرن بيغسلوها وبيجيبوها لعندي، وأنا هون بقى اختصاصي الألوان والزغرفة، نباتي عجمي مثلا كل يومين ثلاثة كل أسبوع نطالع رسمة جديدة، موديل جديد، لون جديد. بنلاقي صعوبة تجهيز الألوان و توفيرة المواد، المواد هلا ما عاد تجي مثل الأولية. هلا يعني بالبداية أول ما تعلمت المصلحة هاي المهنة تعلمناها على الشرقيات، جات فواكه مثلا كاسات، مزهريات، صمديات، وبعدين يعني دقرت الشغل ودقر المعامل. يعني هلا المعمل عم يشتغل له مثلا شهر عم يوقف 3-4 شهور، يعني هو ما عندنا مصلحة ثانية مثلا بإيدنا، يعني عم نضطر نبلك نستنى 3 شهور لنرجع نشتغل. يعني لو مثلا لو يتوفر كل شيء ويضل المعمل شغال، يعني بالنسبة لي ولا بالنسبة لغيري يعني مثلا في يد عاملة منيحة بالمعمل، يعني أكثر من 30-40 شخص، بدك تقول يعني 30-40 عائلة مسترزقين وعم ياكلون وراء المعمل. انتهت الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، نبدأ معكم في الساعة الثانية بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
النوافذ ونستعجل الضوء، نرسم ابتسامة ونخلق فرحة تليق بالصباح، نجاحات ومتعة وفصول من حكايات الناس هي خطوة أولى تفتتح نهاراتنا بالأمل، نخطوها معكم في صباح سوريا على شاشة تلفزيون سوريا. في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا. اختطاف متبادل، لبنانيون يحتجزون 12 سوريا في منطقة وادي خالد بعد اختطاف لبناني في المنطقة. قوانين صارمة، الحكومة الهولندية تعلن رسميا برنامجها للحد من تدفق اللاجئين، والسويد تشجع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية. وفي ألمانيا حزب من أجل العقل والعدالة يدعو لرفع العقوبات عن النظام السوري والعمل على وقف تدفق اللاجئين. قالت مصادر محلية إن لبنانيين من آل تركي العبيد احتجزوا 12 سوريا في منطقة وادي خالد على الحدود بين البلدين. وأوضحت المصادر أن المحتجزين ينحدرون من ريف حمص، وجاء ذلك ردا على تعرض شاب لبناني للاختطاف في حمص قبل أيام. وبينت المصادر أن المحتجزين كانوا في طريقهم إلى لبنان قبل أن يتم فقدانهم، موضحة أن ذوي الشاب الذي اختطف في حمص يتهمون عصابة في مدينة تلبيسة باختطاف ابنهم. أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن إطلاق سراح المواطن العراقي المدعو أبو الحسن حميد مساعد الذي اختطف قبل 3 أسابيع في منطقة البياضة بريف حمص. وأضافت الوزارة في بيان لها بأنه تم تحرير المواطن بدون الدخول في أي مفاوضات مع العصابة التي طالبت بفدية مالية قدرها 500,000 دولار، مشيرة إلى أن ذلك تم بجهود سفارتي العراق في دمشق وبيروت بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي والتواصل المباشر مع القيادات الأمنية التابعة للنظام السوري والجهات الأمنية اللبنانية. مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع ينقلها لنا رودي إبراهيم مراسلنا من أربيل. مرحبا بك رودي، ماذا عن هذه عملية الاختطاف وكيف تم تحرير المختطف؟ ما هي التفاصيل الإضافية التي لديك؟ نعم روبا، يعني على ما يبدو أن عملية الخطف يعني كانت قد قامت بها بعض العصابات التي تتنقل بين كل من سوريا ولبنان، وبالتحديد في المناطق المحاذية على الحدود اللبنانية في بين محافظة حمص السورية مع الجانب اللبناني. هذه العصابات كانت قامت في السابق أيضا بعمليات خطف واعتقال أشخاص أجانب. أيضا كان هنالك عملية اعتقال لشخصين عراقيين في مقطع شهر شباط، يعني المنظرم، يعني كان هنالك عملية اعتقال لشخصين تم الإفراج عنهم بعد تدخل القوات الأمنية اللبنانية واعتقال تلك العصابة وتحرير الشخصين العراقيين. هذه الحالة ربما هي الثالثة مع خلال العام الحالي الذي تحصل لأفراد عراقيين دخلوا الأراضي السورية وتم اعتقالهم وطلب مبالغ مادية كبيرة كفدية لإطلاق سراحهم. هذا الشخص الذي تم اختطافه في مدينة البياضة
في محافظة حمص السورية تم اختطافه من قبل جماعة مسلحة كانت قد طالبت يعني ذوي ذلك الشخص العراقي عراقي الجنسية من محافظة البصرة بمبلغ مالي يعني يصل إلى 500,000 دولار أمريكي وهو مبلغ كبير جدا. القوات الأمنية العراقية وجهات المخابرات العراقية بالتنسيق بين كل من وزارة الخارجية العراقية مع الأجهزة الأمنية في حكومة النظام وأيضا مع جهاز المخابرات في لبنان بعد التنسيق بينهم فيما بينهم وبعد الحصول على المعلومات التي تشير إلى ارتباط بعض الأفراد باعتقال هذا المواطن العراقي، تم اعتقال بعض الأشخاص من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام قبل حوالي نعم. رودي تكرر هذه العملية الاختطاف ولا يشير أو هل لديك معلومات وتسريبات أنه مع هذا التكرر وكل مرة نفس الموضوع تقريبا أن النظام متورط مع هذه العصابات بعمليات الاختطاف هذه وهو من يعني يستفيد من هذا الموضوع؟ نعم يعني بالتأكيد كما قلت لك روبا يعني هذه العصابات هي تنشط بكثرة في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام. يعني هذه العمليات حصلت تحت في مناطق بسيطرة النظام وبعض المصادر العراقية قالت كيف للأجهزة الأمنية في مناطق النظام قامت باعتقال بعض المتورطين ولم تفرج عن ضحية في نفس اللحظة وعملية الإفراج يعني حصلت بعد أسبوع من الإعلان عن عملية الخطف وبعد تدخل وزارة الخارجية مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في تلك المنطقة واعتقال بعض المتورطين بعد أسبوع. تفاجأ الوسط العراقي بالإفراج عن هذا المواطن العراقي بعد أن كانت طلبت الجماعة القاطفة مبلغ 500,000 دولار أمريكي والمعلومات التي صدرت من وزارة الداخلية قالت بأنه يعني تم الإفراج عنه الدخول في تفاصيل والمفاوضات مع جماعة نعم يعني دون دخول بمفاوضات ودون دفع فدية يشير بأن النظام متورط بهذه العملية وهذه المجموعات تتبع له وتتعامل معه. نعم يعني وهو ما حصل يعني في العمليتين السابقتين في مطلع الشباط المنصرم يعني حصل بالفعل نفس هذه العملية بنفس الخطوات ونفس السيناريو حصلت عملية الاعتقال وطلبوا بمبالغ مالية وتم اعتقالهم يعني فيما بعد يعني تدخل وزارة الخارجية والسفارة العراقية في دمشق بالموضوع. طب لا توجه الحكومة العراقية نداءات لمواطنيها بأن عدم الذهاب إلى سوريا وخاصة مناطق النظام باعتبار أنه يتكرر حوادث الخطف والبلاد غير آمنة رغم الترويج لأنها آمنة؟ نعم يعني بيان وزارة الخارجية البيان الذي سبق بيان الأفراد يعني أكد بأنه على جميع العراقيين المتواجدين إلى سوريا والمتواجدين في سوريا ضرورة التنسيق مع السفارة نعم. العراقية في سوريا قبل الذهاب إلى مناطق شكراً. تعتبر غير آمنة وفي إشارة إلى تلك المناطق التي يقصدها بعض العراقيين بقصد يعني الأماكن السياحية أو بقصد الزواج كما حصل مع حالة هذا نعم. المواطن العراقي الذي ذهب إلى مدينة بياضة بقصد الزواج من فتاة سورية وتم اختطافه هنا. شكرا جزيلا لك رودي إبراهيم مراسلنا من أربيل على هذه المعلومات. أقامت جمعية بسمة تواصل وعطاء بالتعاون مع جمعية خريجي جامعة بيروت العربية معرضا للأشغال اليدوية لدعم السيدات اللبنانيات واللاجئات السوريات في البقاع بلبنان بعنوان معرض حكاية وطن أنت الحكاية. الفكرة اجت بالتعاون مع جمعية خريجي جامعة بيروت العربية انطلقت من عمل السيدات ونحن بنعرف انه الوضع الاقتصادي بلبنان الموضوع هو اكبر من الست واكبر من الرجل فصحنا حبينا نقدم جيفت لهي السيدات اللي عم تشتغل بالبيت اللي ما عندها اصلا مكان لتعرض لحتى تبيع اغراضها. الفكره مش انه رح توقف عند المعرض هو الفكره انه نحن حنقدم شيء للسيدات فيما بعد. الحكاية وطن هو مشروع كتير كبير انت حكاية هو بيحكي عن السيدات. حكاية وطن هو مشروع لكبار السن
بالإضافة للسيدات، بالإضافة للتعليم، بالإضافة لحتى الأمور البيئية. فنحن عم نسعى مع الجمعية الثانية اللي هي الراعية الرسمية لهذا المعرض، قدمت المكان والتجهيزات. واللي بيميز المعرض إنه نحن ما أخذنا أي شيء من السيدات. نحن حبينا نتعاون مع جمعية بسمة التواصل وعطاء حتى نعمل مشروع ندمج فيه السيدات اللبنانيات مع السيدات السوريات. كل واحدة تقدر تقوم بمشروعها حسب الحرف اللي بتتميز فيها حتى يدعموا عيالهم ويقدروا يقفوا على إجريهم. بظل الظروف اللي عم بتصير بالبلد وتمييز بين سوري ولبناني، حبينا نحن نفرجي إنه نحن السيدات منكون إيد واحدة بأي بلد كنا، سواء لبنانيات ولا سوريات. ودعمناهم بهذا المعرض مثل ما قالت ست باسمة، هيكون كل شيء مجاني ليقدر هن يستفيدوا ويوقفوا على إجريهم. الميلان هو على أيام ستي وجدي، وهذا الشيء عم ينقرض بهالأيام. أنا حابة أنه أعلم هذا الشيء لحتى ما ينقرض. حجة الصبايا قاعدين على الإنترنت والفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، يا ريت بيرجعوا للإبرة والخيط. والله هذا الشيء بيفيدوا، هذا الشيء كتير حلو، هذا تراثنا نحن اللبناني. حبينا أنا وإخواتي نفتح مشروع خرز منشان نتعلم أشياء جديدة ونبلش نطور مهاراتنا. بلشنا أنا وإخواتي من الصفر، يعني كانت أنا داعمة بالمشروع، أختي الصغيرة هي اللي بتشتغل. أنا حبيت شارك بهذا المشروع هون بهاي الفكرة لأنه كتير استفدت منها، يعني صار عندي دعم أكتر من أول وصار في عالم تعرفني أكتر. شاركت بمعرض أنت الحكاية، حبيت أنشر البرودكت تعولتي، أعرف العالم أكثر على هذه المستحضرات الطبيعية 100% يلي بس هي عبارة عن زيوت طبيعية وأعشاب، أكثر من هيك منه مدخل لأي مواد تانية، كرمال العناية بالبشرة والجسم والشعر. منتشكر الكل على هذا المعرض الحلو. أنا بلشت مونة بيتية من عندي من البيت، صار لي 8 سنين من حالي، كل شيء أنا بعمله عندي على الطبيعي، على الحاطب، كله من عندي أنا ببيت. يعني أنا ماجدة للموني البيتية، هذا المشروع صار لي 8 سنين فيه، وبالإضافة للإكسفار والأونلاين كمان أنا بعمل هيك شيء. أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستطبق قوانين صارمة بخصوص الهجرة واللاجئين خلال السنوات الأربع القادمة للحد من الخطر على البلاد، وفق تعبير بيان الحكومة المنشور على معرفاتها الرسمية. أعلنت الحكومة السويدية أنها ستمنح 34 ألف دولار أمريكي لكل مهاجر يعود طواعية إلى بلده بشرط التنازل عن إقامته أو جنسيته السويدية.
ولاقت هذه الخطوة انتقادات بين أوساط اللاجئين، كما اعتبر حزب الوسط الأموال المخصصة لدعم برامج العودة يمكن استخدامها بطريقة أكثر جدوى لدعم المهاجرين والمجتمع السويدي. تحت مسمى دعم العودة الطوعية وبهدف زيادة الرغبة عند المهاجرين المقيمين على أراضيها للعودة إلى بلادهم، رفعت السويد المبلغ المخصص للمهاجر الذي يتنازل عن إقامته أو جنسيته السويدية ويغادرها من نحو $1,000 أمريكي إلى ما يقارب 34,000. السويد تستهدف في قرارها وفق ما تقول المهاجرين الذين لا يشعرون بالراحة في الاندماج، حيث خصصت لكل شخص من هؤلاء مبلغاً يفوق كل أرقام دول القارة العجوز المخصصة للغرض ذاته، والتي أعلاها في الدنمارك حيث تم دفع أكثر من $15,000 كحافز للعودة للشخص الواحد. هذه الخطة التي لجأت إليها السويد لقيت انتقادات من عدة أطراف، أبرزها حزب الوسط الذي رأى أن ذلك مكلف وسيء بالوقت ذاته، كما أنه يؤجج الإقصاء والعنصرية، في حين أشارت بعض التقارير الحكومية إلى أن ذلك لن يدفع إلا 700 شخص للمغادرة سنوياً في بلد يبلغ عدد المهاجرين فيه 2.75 مليون، نحو 250,000 شخص منهم سوريون. تصر السويد على السير إلى الأمام في خطتها الجديدة، وتقول إن إعادة المهاجرين قضية مهمة ويجب التعامل معها بجدية، وهو ما يتماشى مع الجو العام الذي بدأ يخيم على أوروبا ضد المهاجرين، مع تحقيق أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب القومية مكاسب واضحة بالفترة الأخيرة بعد تبنيها قضايا جدلية أبرزها ضرورة تشديد سياسات الهجرة غير النظامية واللجوء. ومن لاهاي ينضم إلينا الصحفي عهد مراد للحديث أكثر عن هذه المواضيع المتعلقة بقوانين الهجرة في أوروبا. مرحبا بك سيد عهد. بداية، هولندا تصدر تعليمات جديدة أو ربما تدابير جديدة متعلقة بالحد من اللجوء، وأيضا السويد تقوم بإعطاء 34,000 دولار أمريكي لكل شخص لاجئ بالأصل أو مهاجر يتنازل عن إقامته أو جنسيته. يعني قانونيا نحن سألنا عن الموضوع، قالوا ليس هناك إجبار، لكن هي بحد ذاتها القصة يعني نوع من أنواع الإجبار المبطن الغير معلن. يعني أولاً يعطيكم العافية، سلام على الحلقة. بداية فيما يتعلق بهولندا، هولندا بالفعل تعتزم إصدار قوانين جديدة، وضعت الحكومة الجديدة هذه القوانين على الطاولة الآن. لننتبه أن الحكومة الهولندية بحاجة أن يوافق مجلس النواب أو مجلس الشيوخ على فكرة قانون طوارئ اللجوء، لأن بدون قانون طوارئ اللجوء هي مضطرة في كل إجراء للعودة إلى مجلس النواب، وهناك خلاف كبير حول القوانين التي وضعتها الحكومة. سبق أن جربت هولندا، الحكومة الهولندية في أزمة كورونا، بأن تخضع أو تطلب قانونا للطوارئ خاص في كورونا ولم تنجح. الآن إذا وافق مجلس النواب على قانون الطوارئ الجديد، فهي ستضع قوانينا تقول، بدأت بالقول بأنها الأكثر صرامة في أوروبا، ثم تراجعت تقول أنها الأكثر صرامة في هولندا. بتقديري أن المشكلة الأكبر أن هولندا اليوم تريد أن تنفذ من سياسات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تريد أن تفاوض على الخروج. نعم. الاختياري من سياسة متعلقة باللاجئين، وستصعب موضوع لم الشمل، وستعقد الموضوع، سيشبه الذهاب إلى هناك واللجوء شبه مستحيل. لكن الأخطر هو موضوع لم الشمل أيضا، وموضوع الذي ذكرته الآن الانسحاب بالاتفاقية المتعلقة باللاجئين. سأقول لك شيء بتقدير الشخصي، اليمين المتطرف في هولندا يعتمد أو موضوع اللاجئين لمحاولة إحداث إشكالية في الاتحاد الأوروبي. بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت مرشحة هولندا أن تخرج من الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن هولندا وأحزاب اليمين المتطرفة لا تريد أن تبقى في الاتحاد الأوروبي. هولندا دولة صغيرة معها مصاري كثير،
عدد سكان قليل وتضطر أن تدعم إيطاليا وإسبانيا في حالات أزمات يعني الموضوع اقتصادية. ليس من معني في اللاجئين بشكل مباشر، لكن من يدفع الثمن اللاجئون. هم يستخدمون ورقة اللاجئين لتحقيق كل سياسات اليمين بما فيها الخروج من الاتحاد الأوروبي ودعم القومية الهولندية الموجودة في هولندا. أما من يبقى حتى لننتبه، سياسات اللجوء المفروضة ليست فقط والله تأجيل لم شمل ولا تجميد طلبات لجوء لمدة سنتين، أيضا في قوانين الاندماج سيصبح التعريف في الهولوكوست على سبيل المثال وأمرا إجباريا، يعني بيعملوا لك امتحان بالهولوكوست وبتوافق عليه. فبالتالي كل تصور اليمين المتطرف الآن في أوروبا أو في هولندا هو مختلف، ولكنه غير محصور في اللاجئين، هو موقف من سياسات الاتحاد الأوروبي ينفذ إليه اليمين المتطرف من خلال قضايا اللاجئين. بتقديري الشخصي أن مسألة المفاوضات ستكون طويلة ولكنها قد تحدث صداما مع الاتحاد الأوروبي، هذا واحد. اثنين، إقرار مفاوضات الانسحاب تقصد سيد عهد؟ أيوة، يعني أحد المختصين يوم أمس أخبرنا أن ربما تأخذ سنتين يعني لهذا الموضوع. إلا إذا أحدثت صداما حقيقيا كالصدام الذي حصل في مع بريطانيا، وذهبت بأقصى اليمين هولندا للتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي برمته. المسألة كما قلت هي في نفق مظلم تحديدا في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بهذا السبب. لكن كيف سيتأثر اللاجئون؟ هذا ما نحن يعني يشغل بالنا ونفكر كيف نقدم ربما أي نصيحة أو ربما بصيص أمل للاجئين هناك. حتى اللحظة أنا أوافق من يقول أن القدوم إلى هولندا أصبح الآن محفوفا بالمخاطر، ولكن من هم الآن قاموا بتقديم طلب لجوء غالبا سيؤثر فقط الموضوع على طلب الجنسية. نعم. أيضا لنكون أوسع مدام ربا، القصة الآن مهما حاولوا يضغطوا هني رح يضغطوا على اللي إجا قال بمقابلته والله أنا عندي مشكلة مع المجموعات الراديكالية الإسلامية، أنا لجوئي إنساني، لأن كل من عدا ذلك تحدث في القضايا السياسية هو في مأمن حتى من التصنيف مناطق آمنة، لأن اللجوء في هولندا هو نوعين، اللجوء الإنساني واللجوء لأسباب شخصية ويندرج تحت الأسباب الشخصية القضايا السياسية. فأي شخص قال بأنه والله مطلوب جيش أو عنده مشكلة مع النظام، هذا لا يمكن إعادته تحت أي شرط ولا خوف عليه. لكن سيد عهد الآن هناك حديث أيضا عن ربما عودة العلاقات مع النظام، الموضوع بحاجة كل دول الاتحاد الأوروبي، لا صحيح. يمكن أن يعني الموضوع ليس بهذه البساطة، لكن صحيح. إيطاليا ولكن قامت بذلك. هولندا تمام، هولندا دولة قانون بالنتيجة، وهناك محكمة عليا وهناك محكمة دستورية. اليوم أنا إذا أنا مقدم والله سبب لجوء لأنه عندي مشكلة مع النظام، والنظام بقي إن شاء الله خيرت فيلدرز ارتمى في حضن النظام السوري، المحكمة الدستورية ستقول لم تزل أسباب اللجوء، لم تزل تزل أسباب لجوء هذا الشخص، بحيث أن البيانات التي لدينا تقول أنه جاء بسبب هذا النظام، وهذا النظام باقي تصطفل أنت بقيت ولا ما بقيت. فهذا هنا أنا أقول هناك تقليل من المخاوف بشأن إرجاع الناس بهذه الطريقة، يعني أستطيع أن أقول لا يوجد مخاوف في هذا الشأن. نعم. ولكن المخاوف مثل ما تفضلتي بلم الشمل، والله شخص عمل لم شمل رح يظل سنتين أو ثلاثة ليعمل لم شمل. نعم. هي إطالة أزمات وليست إطالة أمد، إطالة وليست وربما البعض يفقد الأمل ويعود يعني أو يتنازل عن النظام. نعم. شكرا يعني جزيلا من تلكم. نعم، شكرا جزيلا لك سيد عهد مراد الصحفي، كنت سلام. معنا من لاهاي، شكرا لوجودك معنا. دعت عضو البرلمان الألماني وزعيمة حزب من أجل العقل والعدالة سارة فاغ ناكشيت إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن النظام السوري بهدف الحد من تدفق اللاجئين إلى ألمانيا. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، حيث أضافت بأن الوضع المتعلق بسوريا الآن في تراجع لأن العقوبات الاقتصادية لا تسمح باستعادة الوضع السابق، كما دعت إلى التوقف عن توفير حماية إضافية للسوريين الوافدين حديثا، بل إلى مساعدة البلاد على التعافي بدلا من ذلك.
يذكر بأن سبق وأن دعت 8 دول أوروبية أبرزها إيطاليا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم العلاقات مع النظام والتواصل معه بهدف تحقيق نتائج أكثر جدوى، لكنها لقيت معارضة ألمانية. وعن هذه التصريحات ينضم إلينا بشر أحمد مراسلنا من ألمانيا من إسن تحديدا. مرحبا بك بشر، ماذا عن هذه التصريحات للسيدة سارة ويعني الدعوات لعودة العلاقات مع النظام؟ مرحبا ربا، يعني يبدو أن السيدة زغ باجنكنخت التي انقلبت على يساريتها لم تستطع أن تتخلى عن النزعة اليسارية الأوروبية في دعم ديكتاتوريات الشرق الأوسط. إذا ما راجعنا تصريحات زغ باجنكنخت حتى قبل تشكيلها للائتلاف الجديد، يعني السيدة باجنكنخت تدين الهجمة الغربية على مطار الشعيرات على سبيل المثال، لكنها لا تدين هجمة النظام الكيماوية التي تسببت في هذه الهجمة. تدين دعم الغرب لأوكرانيا بالسلاح، لكنها لا تدين الهجمة الروسية على أوكرانيا. هذه هي مواقفها بالمجمل، لكن الآن هناك ظرف خاص يزيد من هذا الأمر، وتكتيك تتبعه معظم الأحزاب التي تصنف خارج الوسط سواء يمينا أو يسارا، وهو استغلال قضايا اللجوء لأهداف انتخابية. السيدة زاغا فاجنكنخت شكلت حزبا جديدا كما نعلم بعد انشقاقها عن اليسار، وهي الآن تحاول حجز مقعدها في الانتخابات الفيدرالية العام القادم. نعم. وكما لاحظنا فإنها حصلت على عدد لا بأس به من ما مدى شعبية حزبها الجديد؟ هل له جمهور عريض، وخاصة استغلال الوضع الراهن والأحداث التي حصلت مؤخرا في ألمانيا، الهجمات الإرهابية؟ لا شك بأن حزبها الجديد قد استحوذ على عدد كبير جدا من الأصوات التي كانت تذهب لليسار، ولاحظنا هذا بشكل جلي في انتخابات تورنجن وزاكسن الليمئتين، وربما سنلاحظه أيضا في انتخابات براندنبورغ التي ستجري بعد في 22 من الشهر الحالي. والسيدة زغا فاجنكنخت حتى في الانتخابات الإقليمية لتشكيل ائتلافات حاكمة لهذه الولايات بدأت تناقش أمور سياسات خارجية، يعني على سبيل المثال لتدخل في ائتلاف حاكم مع الاتحاد المسيحي في زاكسن أو تورنجن، هي تريد وضع شرط هو نقل أسلحة الناتو إلى غرب أوروبا، وتريد على سبيل المثال أن يتوقف الغرب عن دعم أوكرانيا بالسلاح مقابل أن توقف روسيا وقف إطلاق النار، وأن يعني هي التصريحات السياسية سترتفع حدتها ضد اللاجئين في الفترة القادمة، لأنها ورقة رابحة أصبحت بالانتخابات، وكما قلت الانتخابات في السنة القادمة. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك بشر على هذه المعلومات والتفاصيل، كنت معنا من إسن. مشاهدينا نتابع معكم القسم المتبقي من الجولة الإخبارية بعد هذا الفاصل. بلد عجن بالسياسة ودفع ثمن تقلباتها، أطاحت أطماع العسكر بأحلام أهله الطامحين إلى استعادة أمجاد دمشق، حتى لكأن ذاكرة سوريا تختصر في إدارة السيطرة والصراع. تاريخ سوريا القريب وصراعاتها على لسان شهود عيان. يا
إلى مصلحة النخبة الحاكمة توحد بين نفسها وبين الدولة، لا يعترفون حتى بوجود شعب. الفرد ما بحس بإنسانيته إلا إذا كان حر وقادر أنه هو يقرر ويفكر ويشارك. وجدت أن ابن خلدون هو المفكر الذي ينبغي استنطاقه. التفلسف هو مشاركة في إبداع النظريات الفلسفية. بين المتكلمين والفلاسفة هناك صراع بين الإيمان والعلم، وبين المتصوفة والفقهاء صراع بين القانون والأخلاق. بلسان عربي مبين، لا متنصل من التراث ولا بعيد من المعاصرة. نستقصي ثوابت المشهد الثقافي ومتغيراته، مخاطبين الأجيال كلها. ومتخذين من الأسئلة الناضجة طريقاً إلى العقول والقلوب في ضمائر متصلة. تطور جديد، إصابة إسرائيليين بعد سقوط صاروخ يمني قرب تل أبيب، ومجازر الاحتلال متواصلة في قطاع غزة. تصعيد غير مسبوق، نتنياهو يقرر توسيع العمليات العسكرية على جبهة لبنان، وحزب الله يقصف مواقع في شمال إسرائيل. الانتخابات الأمريكية، بايدن وهاريس يحذران الأمريكيين الأفارقة من المتطرفين، وترامب يواصل هجومه ضد مهاجري هايتي. قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخاً من نوع أرض أطلق على وسط إسرائيل من اليمن وسقط في منطقة غير مأهولة قرب تل أبيب. وأضاف الجيش بأن منظومة هيتس 3 الدفاعية الجوية اعترضت الصاروخ الذي أطلق نحو إيلات، قائلاً إن الصاروخ لم يدخل أجواء إسرائيل، في حين ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن دفاعات جوية أخفقت في اعتراض صاروخ مصدره اليمن سقط في منطقة غير مأهولة قرب المطار وسط إسرائيل. من جانبه قال الإسعاف الإسرائيلي إن 9 إسرائيليين أصيبوا أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ في إثر التصدي للصاروخ. ومعنا من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. مرحبا بك ريم، ماذا عن هذا الصاروخ وهذه الاستهداف الجديد بصاروخ يمني؟ ما هي التفاصيل وكيف الأوضاع لديك؟ نعم ربا، في آخر بيان للجيش الإسرائيلي حول ما حدث صباح هذا اليوم تبين أن هذا الصاروخ الباليستي انطلق من اليمن في الساعة 6:21، انطلقت صافرات الإنذار في عموم البلاد وسط البلاد وتل أبيب في الساعة 6:32، أي بعد 11 دقيقة من انطلاق الصاروخ من
اليمن. هذا الصاروخ هو صاروخ باليستي، المسافة التي قطعها هي 2000 كيلو متر، ووصل تقريبا بعد 15 دقيقة إلى تل أبيب. بالتحقيقات الأولية تبين أن هذا الصاروخ انفجر في السماء، وأن أجزاء الصاروخ وشظايا الصاروخ سقطت في موقع بالقرب من مطار اللد، يعني يبعد المنطقة التي وقعت فيها الشظايا 6 كيلومتر فقط من مطار اللد، وأحدثت منطقة أو حفرة عميقة، بالإضافة إلى شظايا أخرى سقطت في مصنع في مدينة الرملة، أيضا أدت إلى حرائق واسعة في المصنع، وأدت إلى حرائق في منطقة أخرى في أرض فيها أشجار حرجية. الآن التساؤلات في إسرائيل والتحقيقات هي: لماذا فشلت الدفاعات الجوية الإسرائيلية في التصدي لهذا الصاروخ؟ وهو بالفعل ما أثبتته التحقيقات الأولية، أن أي من الدفاعات الجوية لم تستطع اعتراض الصاروخ. وهنا نتحدث عن أنظمة حيتس، هاي التي تعترض الصواريخ طويلة المدى مثل هذا الصاروخ الباليستي، ولم تستطع اعتراضه، بالإضافة إلى القبة الحديدية والتي تعترض الصواريخ قصيرة المدى، وأيضا لم تستطع اعتراض هذا الصاروخ، وبالإضافة إلى مقلاع داود الذي بدوره أيضا لم يستطع التصدي أو اعتراض الصاروخ. وهناك تساؤلات أيضا في الأوساط الإسرائيلية، هو لماذا لم تستطع أيضا الدفاعات الأمريكية التصدي لهذا الصاروخ، علما أنه أطلق هذه المرة من الجهة الشرقية ومر بعدد من الدول العربية التي بها طبعا هناك أنظمة دفاع جوية أمريكية، التي لم تستطع أيضا هي من التصدي لهذا الصاروخ. في آخر التصريحات حول هذا الصاروخ وهذا الهجوم اليمني على تل أبيب، كان هو تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي قال: كان يجب على اليمن أن تدفع ثمنا باهظا قبل أن تفكر أن تضرب تل أبيب مرة أخرى، بالإشارة إلى الضربة الأولى التي مسيرة يمنية وصلت بها قبل شهرين تقريبا إلى وسط تل أبيب. وقال: الآن انظروا إلى الحديدة، وفسرت تلك الجملة بمعنى أنه ربما هذه إشارة إلى أن هناك ضربة إسرائيلية إلى اليمن. والآن يعني وحسب وكالة فرانس بريس، نتنياهو يتوعد أيضا الحوثيين في اليمن بعد هذا الصاروخ. برأيك ما هي الضربات التي من الممكن أن يقوم بها نتنياهو ضد الحوثيين أو ضد مصدر الصاروخ؟ نعم، ربما هذا ما كنت بصدد الإشارة إليه، بأنه في هذه التصريحات عندما قال كان يجب على اليمن أن تدفع ثمنا باهظا، بمعنى أن وانظروا إلى الحديدة أو لتتجه الأنظار إلى الحديدة، فسرت هذه التصريحات على أنه ربما سيتم استهداف ميناء الحديدة مرة أخرى، كما الاستهداف الذي قامت به إسرائيل قبل شهرين عند ما وصلت المسيرة اليمنية. لكن تفهم هذه التصريحات بأنه سيكون هناك رد إسرائيلي، ربما هذه المرة أقوى من الرد الأول على هذا الصاروخ الذي انطلق، لأن له تبعات كثيرة. لو أنه وصل إلى المطار الرئيسي في إسرائيل، كان يبعد فقط 6 كيلومتر عن هذا المطار. شكرا جزيلا لك ريم العمري على هذه المعلومات، كنت معنا من القدس المحتلة. دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه 45 بعد 300 على التوالي، وسط تصاعد الغارات الجوية على مختلف مناطق القطاع. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 4 فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم من جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيمي نصيرات وجباليا شمال قطاع غزة. كذلك استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع. أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نداء استغاثة إنسانية عاجلة لإنقاذ
مليوني نازح في القطاع. وأضاف المكتب في بيان له أن 74% من خيام النازحين في غزة أصبحت غير صالحة للاستخدام، محذرا من أن القطاع مقبل على كارثة إنسانية حقيقية مع قرب حلول فصل الشتاء وظروف المناخ الصعبة. هذا ويواجه أكثر من 1,900,000 نازح في غزة شتاء قارصا آخر مرتقبا، بينما يعيشون في خيام منفصلة وسط حاجة ملحة لأبسط مقومات الحياة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته قررت توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية مع لبنان. من جانبه أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت ما سماها جاهزية الجيش للتصعيد في الشمال، مع ما يعنيه ذلك من أضرار بالتوصل لصفقة، مبينا أن توسيع التصعيد هذا لن يضر بالضغط العسكري بغزة. هذا واعتبر عضو مجلس الحرب السابق يعني غانتس إلى أن الوقت قد حان لاستخدام القوة مع حزب الله وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم، معتبرا أن حكومة نتنياهو المشلولة والمفككة تواصل إهمال سكان الشمال. في سياق متصل، نقلت صحيفة يدعوت أحرانوت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن الوضع في الشمال لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه حسب تعبيرها. كما أفادت الصحيفة ذاتها بأن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنه إذا لم تحرز تحركات مبعوثها إلى لبنان آموس هوكشتاين أي تقدم، فلن يكون أمامها خيار سوى عملية عسكرية واسعة في الشمال. وكذلك نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن فرص التسوية السياسية في الشمال ضئيلة. أصدرت قيادة الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لسكان عدد من المستوطنات في منطقة الجليل الأعلى. ووجه جيش الاحتلال السكان إلى أغلاق حمامات السباحة وتقليل حركة المرور والبقاء قرب الملاجئ، وذلك تزامنا مع اندلاع حرائق في صفد وشمال بحيرة طبرية وفي منطقة عمياد بالجليل الأعلى نتيجة سقوط صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني. ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات فوق منطقة الوزان بقضاء مرج عيون جنوب لبنان وفق وكالة الأنباء اللبنانية الوطنية. وقالت الوكالة إن جيش الاحتلال دعا سكان المنطقة إلى إخلائها والتوجه إلى منطقة الخيام حتى نهاية الحرب، وحذر بأن أي شخص سيكون موجودا في المنطقة بعد الساعة الرابعة من مساء اليوم ستكون دماؤه مباحة حسب ما جاء في المنشور. هذا وقصف جيش الاحتلال بلدات في جنوب لبنان ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صواريخ من مجمل 40 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى، في حين سقط بعضها الآخر بمناطق مفتوحة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن صاروخا أطلق من لبنان سقط في منطقة المطلة بالجليل الأعلى، وإن صافرات إنذار دوت في عدة مواقع شمال إسرائيل من بينها كريات شمونة بالجليل الأعلى للتحذير من طائرة مسيرة. من جهته أعلن حزب الله أن قصف مقر كتائب المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة راوية بعشرات صواريخ الكاتيوشا. أحمد القصير ينضم إلينا من طرابلس لمزيد من التفاصيل. مرحبا بك أحمد، ماذا يحدث في الجنوب؟ ما هي آخر التطورات الميدانية؟
مساء الخير. ربما طبعا البارحة كان هناك الوزيرة في الجنوب اللبناني كانت متصاعدة وتحديدا بعد تصريحات وزير الدفاع ورئيس الحكومة الإسرائيلية على إثرها. كان هناك عند الساعة 7:30 بعد الساعة 7:30 مساء كان هناك عدة غارات طالت عدة مناطق في لبنان، منها غارتين طالت إحداها بلدة الإطواخ وسهلة المي، إضافة في منطقة الهرمل قرب الحدود السورية، إضافة إلى غارة كانت بين النبيشيت وسرعين في البقاع الأوسط الشرقي، بالإضافة إلى عدة غارات طالت عدة بلدات جنوبية. وكان قد سجل البارحة حالة نزوع للأهالي من كما نشرت بعض وسائل الإعلام من المناطق الجنوبية. اليوم صباحا كان هناك تأكيد من قبل الجيش اللبناني أن هناك منشورات ألقيت في الجنوب اللبناني تطالب السكان بالنزوح من هذه المناطق وإخلائها. كان أيضا هناك نفي من قبل الجيش الإسرائيلي لهذه المنشورات. لاحقا عاد الجيش الإسرائيلي وأصدر بيان أن قائد الوحدة 679 كان قد اتخذ إلقاء هذه المنشورات على عاطفته عبر طائرة درون في تلك المناطق، وقالت أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في ذلك. وكيف حركة النزوح الآن بعد هذه المنشورات؟ كيف أوضاع المدنيين أحمد؟ طبعا أوضاع المدنيين من بداية 7 أكتوبر هي السيئة في تلك المنطقة نتيجة القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المنازل ويستهدف السيارات التي تتحرك أحيانا في تلك المنطقة، فالحياة الاقتصادية تنتهي عند الساعة 5 أو 4 عصرا كانت في تلك المناطق. الآن زاد النزوح من تلك المناطق بعد الذي حصل البارحة وأيضا المنشورات اليوم، لكن هذا النفي يجعل الهدوء في تلك المنطقة يعني هدوء أكثر بقليل من الهدوء المعتاد عليه. إضافة إلى أن حزب الله كان اليوم نعم. كيف يتحرك حزب الله؟ كيف يتعامل مع الموضوع؟ ما هو يعني التصريحات التي يدلي بها مع ما يحدث؟ وماذا عن تصريحات سياسية من الحكومة اللبنانية؟ لم يعلق حزب الله طبعا على هذه المنشورات، لكن كان هناك 3 بيانات رسمية أصدرت من قبل حزب الله استهدفت بعض الأهداف التي عادة تستهدفها ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أن كان هناك عدة استهدافات لم تصدر فيها بيان بعد. يعني الاستهدافات التي صدرت فيها البيانات هي 3، أما الاستهدافات وصافرات الانزجار التي سجلت والتي رصدت هي 7 حتى اللحظة، إضافة إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قد أكدت مرارا وتكرارا على التزامها بتطبيق القرار 1701 بكامل بنوده، وهو شكراً جزيلاً على إسرائيل انسحاب مزارع شبع. شكرا جزيلا لك أحمد القصير مراسلنا من لبنان على هذه المعلومات. شكرا. وفي خبرنا الأخير، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حفل عشاء لأعضاء الكونغرس الأمريكي ذوي الأصول الإفريقية من أن هناك أشباحا قديمة وأفكارا جديدة تسعى لسلب قوة الأمريكيين السود. وقال بايدن مخاطبا ذوي الأصول الإفريقية إن المتطرفين يستهدفون حرياتكم ويصعبون التصويت عليكم ويغلقون أبواب الفرص أمامكم ويهاجمون التنوع والشمولية. من جانبها حذرت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كاميلا هاريس من أن منافسها الجمهوري دونالد ترامب وحلفائه الذين وصفتهم بالمتطرفين يخططون لإعادة الولايات المتحدة إلى الوراء. بالمقابل تعهد المرشح الجمهوري للانتخابات دونالد ترامب بترحيل جماعي للمهاجرين الهايتيين في ولاية أوهايو رغم أن معظمهم يقيم بشكل قانوني. إلى هنا نصل إلى ختام الجولة الإخبارية، كنا معكم على مدار ساعتين، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.